اليوم يا أصحابي رح نكتشف سوا 9 مهارات للتأقلم الإيجابي بزمن كورونا فيروس نحن وقاعدين بالبيت. مرق أكثر من 40 نهار على الحجر الصحي وعلى قعدتنا بالبيت بعيد عن أصدقائنا، عن الناس اللي منحبهم وعن النشاطات الحلوة اللي كنا نعملها، بس فينا نتعامل مع هالتحدي بطريقة إيجابية أكثر عن طريق تطبيق 9 مهارات للتأقلم، وهي تالية. 1. التزم بجدول زمني. خطط لك كل النشاطات اللي عندك إياها واكتب جدول زمني، يعني حدد وقت للاستيقاظ، وقت للترويقة، وقت الدرس، وقت الرسم، وقت وسائل التواصل الاجتماعي. 2. حط أهداف صغيرة حابب تحققها بهيدي الفترة. وقت تحط هدف وتحققه بيمنحك دماغك دفعة من الدوبامين يلي هي مواد كيميائية بتعطينا الشعور بالرضا. خليك نشيط، حدد وقت لرياضة كل يوم والأفضل الصبح من 20 دقيقة لساعة، لأن الرياضة بتساعد على التأقلم بشكل أفضل مع الزهق، بتخفف القلق والسترس، وبتعلي الثقة بالنفس، وبتساعد على النوم. 4. تعلم مهارة جديدة أم طور موهبة بتحبها. هذا شيء كتير سهل وممكن تحققه من خلال اليوتيوب فيديوز المختصة للتعليم، مثل الرسم، الرقص، خبز الحلويات. فيك تبلش تعمل ساينس اكسبيرمنت، تزرع حديقة على الشرفة، أو تتعلم مهارات التصوير. 5. تواصل يومياً مع الأصدقاء والعائلة من خلال إنشاء أنشطة جماعية عبر زوم أبليكيشن. 6. لازم تحدد وقت ومساحة خاصة فيك ووقت ومساحة لعائلتك. كتير مهم تعمل مساحة بالمنزل خصوصي إلك لتقدر تسمع موسيقى، تعمل سبار، ترسم وتكون فيها لوحدك مرتاح. وكمان ما تنسى تعطي مساحة لأهلك ووقت فراغ لإلهم وحدهم. ومهم كتير نلتقى مع بعض كعيلة على الترويقة، الغدا والعشاء، ونعمل مع بعض على الأقل نشاط واحد بنهار، نحضر فيلم سوا أو نلعب بورد جيمز وغيرهم. 7. لازم نقضي وقت نمشي ونظهر لبرا تنشوف الشمس ونجدد طاقتنا. مثلاً فينا نمشي يومياً مع العيلة حول البيت، أو نجلس على الأقل 20 دقيقة بالخارج على الشرفة، ونعمل رياضة بالحديقة أو على الشرفة. 8. فيك تزور أفراد الأسرة القراب منك واللي عم يقعدوا مثلك بالبيت. 9. اكتب ديلي جورنال أو يومياتك لتطلع كل الأفكار وتتواصل مع يسوع من خلال الصلاة والاستماع للترانيم. أصحابي انطرونا بالحلقة المقبلة، رح نتعلم درس حياة جديد. هل بتعرف أنه عندك 9 أنواع من الذكاء؟